يو، السلام عليكم الدراري. كنتمنى كل شيء يكون بخير، يعني تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والصيف يدوز مزيان ان شاء الله. هذا الفيديو هذا درته، يعني ما غاديش نطول عليكم فيه. يعني اصلا ماشي لي هذا الفيديو هذا، ولكن فيديو درته على قبل الدراري اللي بداو كيستريميو في نيمو وما كرهتش تسيبورتيهم كاملين. والناس اللي ما هدرتش عليها في هذا الفيديو هذا وبدات كتستريمي في هذا السيت هذا، جيت تهضر معايا في فيسبوك باش نحط لهم اللين ديالهم حتى هما في الديسكريبشن لتحت. المهم، كيف ما كتعرفوا باللي ايهاب وفاطال يعني حتى هما سيناو الكونترا مع نيمو، وغادي يبداو ان شاء الله غدا. اليوم الثلاث، ايهاب غادي يبدا غدا نهار الاربع، فاطال حتى هو غادي يبدا. بالنسبه للستريمرز الاخرين منهم شاكي دريمرز، يعني ما اتفقوش مع نيمو، ويعني كل واحد كيبقى حر، يعني ما يعني داكشي كيبقى اختياري، يعني اللي علينا حنا تنديروه. المهم، هذا الفيديو هذا يعني درته كيف ما قلت لكم باش نسيبورتيو يعني ماكس الدراري. يعني واخا انت ما تكونش كتفرج فطال، ولا واخا ما كتفرجش في ايهاب ولا في شي ستريمر اللي غادي نحط ليان ديالو، يعني حاول دير غير ديك فولو. يعني ديك فولو راه فريمون كتسيبورتيه بزاف، يعني فولو ما كتخسر فيها حتى شي حاجه، ولكن كتسيبورتي بها بزاف. يعني الهدف ديالنا في المغرب هو نبينوا والدينا ونبينوا المجتمع بان ستريمين في المغرب ولا الدومين ديال الجيمين في المغرب ان شاء الله يولي يعني مهنه، ويعني مثلا يولي ويثيقوا والدينا في هادشي اللي كنديروا. يعني ما يبقاوش ياخذوا علينا ديك النظره غير ديال كتضيعوا وقتكم، غير كتفلاو وغتخرجوا على راسكم. يعني بغينا والدينا يثيقوا في هاد الدومين هذا، وهذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله. غادي نتعاونوا كاملين والحمد لله كاين الخير. يعني هادشي اللي ولينا تنشوفوا بالنسبه للجيمين في المغرب الحمد لله حسن من شحال هادي. المهم، باش ما نطولش عليكم، انا غادي نعطيكم دابا، المهم نبين لكم الدراري. المهم، اول ستريم ها هو لايف، يعني التوارك، يعني ما كرهتكمش تسيبورتيوه ماكس. هي فولو غير من هنايا، ما غتخسر فيها حتى شي حاجه، وغادي تسيبورتيه بها بزاف. التوارك ستريمي البابجي، فورتنايت، يعني لي جو كاملين. يعني كيف ما قلت لكم، واخا ما غاديش تفرجوا فيهم، يعني انت ما يهمكش، ولكن تسيبورتي خوك المغربي، حيت فريمون هاد النيمو هادي يعني عطات فرصه لبزاف ديال الستريمرز المغاربه. باش نكونوا واقعيين، يعني بنادم ما كيكملش في ستريم علاش؟ ما كيلقاش شي دعم اللي هو مادي، ما نكذبوش على راسنا، ما كيلقاش شي حاجه اللي غادي تحفزه، فهمتيني؟ المهم الحمد لله يا نيمو وفرات لينا هذه الفرصه هذه، وغادي تعاوننا فيها. وكيف ما كتعرفوا الدراري، بلاتفورم ما مبدل بحتى شي حاجه، يعني نفس الكواليتي كاينه، نفس الصوت، نفس الشاط. ها هو الشاط كاين هنايا، هو كتبقى فول سكرين وكتشوف الشاط، يعني ما كتبدل حتى شي حاجه. يعني الا عزيز عليك واحد السيد غادي تسيبورتي، وخصنا نسيبورتيو بعضياتنا، خصنا نسيبورتيو بعضياتنا، والله يسهل على الجميع. تورك تي في الدراري ها هو باش نسيبورتيو، هي وصل ل 2000 فولورز حتى هو. كاين هاد الساط هذا يونس، ما تنعرفوش بزاف، ولكن ما عرفتهم تيكتبوا هنايا الدراري تا هو تيسيبورتي، هو 186. ايهاب جيمين تا هو توفرت، يعني هو اللي ساني كونترا مع نيمو، هو عنده 260 فولور، تا هو سيبورتي الدراري غير فولو. غدا ان شاء الله غادي يبدا، وبغينا كاملين نكونوا واقفين معاه. اورغا تي في تا هو كيستريمي هنايا، ما عرفتش واش عنده كونترا، يلا عنده 34 فولور، ولكن سيبورتي الدراري. فاطال حتى هو سينا كونترا مع نيمو، غادي يبدا معاهم تا هو نسيبورتيوه. راه خصنا افوالا واحد حاريت، انا ما كرهتش بلاتي حتى هادو باش نحطوا لي ليان ديالهم الا كان ممكن، انا ما عرفتش، مي هادو باينين الدراري مغاربه. المهم حاريت فوالا، هما الدراري نسيبورتيو، ما هو الدري لايف، يعني فريمون هاد الساط هذا حتى هو ده، يعني فاش لحقت الفيديو بدا ستريم قبل مني. المهم هادو كاملين غادي نحط لي ليان ديالهم في الديسكريبشن الدراري، نبغيك ماكس فولو الدراري. يعني راه والله ديك فولو راه فريمون غادي كتعاونوا بها بزاف. كيف ما قلت لكم، واخا ما غاديش تفرج في اي واحد هنايا، معليش غادي تورك على ليان، غدير فولو وغادي تخرج، ما تخسر حتى شي ثلاثة ديال الثواني من الحياة ديالك، وغادي تكون سيبورتي الدراري. يعني ما نطولش عليكم بزاف. وبالنسبه للبروجي ديالي قريب ان شاء الله، انا مازال خدام على داكشي. وثانك يو سو ماتش الدراري على السبورت ديالكم، فريمون راه لا انا لا الدراري لا الستريمرز المغاربه، والله زعما احسن كوميونيتي دارت في المغرب هي اللي كاينه دابا، كوميونيتي نقيه بزاف.
دراري بعقلهم، دراري زوينين، دراري تيتعاونوا، يعني بنادم كيموت معاك. شكرا لكم بزاف الدراري، ونتمنى تسبورتيو حتى الدراري، حيت كيف ما قلت لكم في الفيديوهات قبل من نبدا في الستريم في نيمو، قلت لكم ما غاديش ننسى الستريمرز صحابي، وانا غادي بشويه بشويه. نيمو محتاجه لي ستريمرز اللي فول تايم، يعني اللي ستريم على الاقل 4 السوايع حتى 5 السوايع في السيت ديالها، وتكون بالكونترا على حسب الناس اللي يعني كندوي مع دوك الستريمرز اللي فول تايم. والله يسهل على الجميع، وما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا. ثانك يو سو ماتش الدراري على السبورت ديالكم، ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع 6. بيس.